يا السلام عليكم يا اساطير، معكم بي ان ال، واليوم رجعت لكم في فيديو جديد. باخر فيديو جبتني كومنتير مكتوب فيه ها ها بي ان ال مقدمتك ديما نفس الكلام، فقلت من هنا تصاعدا في كل فيديو جديد باش نحاول نجاوب على تعليقات الفيديو الاخير. فما بعض التعليقات تقول علاش بي ان ال ما عادش تهبط لنا فيديوهات كيما قبل كل 3 ايام والا كل نهارين. الجواب بكل بساطه، فري فاير ما عادش كيما قبل، واللاعبين ما عادش عندهم الشغف باش يلعبوا ولا باش يتفرجوا في فيديوهات فري فاير كيما قبل. فما تعليقات اخرين يتساءلوا ويقولوا بي ان ال علاش بوتات في الفيديوهات. هم مش بوتات، هم لاعبين حقيقيين، ولكن فما مشكله عند لاعبين البي سي انه السكينات ما تبانش. تقريبا 80% من سكينات اللعبه كلهم يبانوا بالطريقه هذه. فما تعليقات استفزازيه نتاع بي ان ال، يخي مثلت تو تلعب في فري فاير، ها 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 ها. شباب، الحاجه الوحيده اللي مخليتني نلعب في فري فاير الى يومنا هذا هو انتم. حبوا ولا تكرهوا، التفاعل طاح عند جميع قنوات اللي نزل محتوى نتاع فري فاير، ولكن مادام مازال فما ناس تحب بي ان ال وناس تتفرج في فيديوهات بي ان ال، فمن واجبي اني نكون موجود معاهم ونقدم لهم فيديوهات يستمتعوا. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم فيديو اليوم، كيف ما العاده لقطات جلد اسطوريه في الرانكد. ان شاء الله تعجبكم، ما تنساش دعمنا بلايك. كان معكم اخوكم بي ان ال، بترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. Killing spree! Thanks! Killing spree! Killing spree! Kill! Double kill! Kill.
فايرينج. Dominating. Thanks. Rampage! Killing spree! Sorry.